بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اتصل بي فاضل من أهل جدة، قال لي إنه سلفي الاعتقاد وعلى طريقة ابن عبد الوهاب وابن عثيمين وابن باز إلى آخره، وقال لي إنه يعني يسعى لرأب الصدع وإلى إزالة سوء التفاهم الحاصل بيننا وبينهم، فشكرته على ذلك والباب مفتوح، ولكنه كان مستاء جدا مني حينما قلت إن الوهابيين كانوا متخاذلين في القضية الفلسطينية، وكان غاضبا جدا وقال لي: يا أخي لسنا كذلك، قال: نحن لا ننام الليل ونحن يعني من يأكلنا الحزن، ولنا مواقف ولنا أشياء كذا محمودة، وربما في يوم من الأيام قد جمعنا تبرعات وأشياء من هذا. أنا لا أتكلم عن هذا، وحينما أتكلم عن الوهابيين وعن خذلان الوهابيين للقضية الفلسطينية إنما أتكلم عن المؤسسات الوهابية الكبيرة، ليس عن أفراد المسلمين. همهم الأكبر يقولوا لي: المداخلة 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 يا المداخلة، هل هؤلاء المداخلة مرفوضون من قبل هيئة كبار العلماء؟ هذا سنفرده في تسجيل خاص إن شاء الله، سنتكلم عن قضية المداخلة وحجم المداخلة في التيار الوهابي. نحن لا نقبل أن يكون المداخلة منديلا ينشفون به كل ما يعني هو سيء من الوهابية. لتسجيل سابق عن قضية داعش والمداخلة، كل إذا كان حصل تطرف والله هذا من الدواعش، هذا لا يمثلنا، مع أن الدواعش يطبقون الدرر السنية بحذافيرها وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وكشف الشبهات إلى آخره، أو المداخلة، والمداخلة لا يخرجون عن هذا. لا، نحن لا نقبل هذا، ولكن هل فعلا جميع السلفيين ضد القضية الفلسطينية؟ أنا لي الظاهر والله يتولى السرائر، أناس يتحرقون في بيوتهم، أناس يبكون يدعون لأهل غزة، هذا حسن، ولكن أنا رأيت، عشت أنا في الحرمين يوم البوسنة والهرسك، أنا عشت هناك، ويوم قبلها أيضا أدركت نهايات الجهاد الأفغاني هناك، رأيت أئمة الحرمين على الأقل الدعاء يدعون، والمسلمون يؤمنون على دعائهم: اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك. طيب إخوانك في غزة أقرب من البوسنة والهرسك، ليس عندنا حدود سايكس بيكو، والبوسنة والهرسك ساداتنا، فيهم فضلاء وفيهم صالحون ولنا علاقات طيبة معهم، هؤلاء مسلمون، ليس دم المسلم واحد، كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، سواء كان بوسني أو كان من هرسك أو كان من نجد أو من الشام أو من غزة أو من أي مكان. ولكن أنا أطالب الحركة الوهابية أن تقوم بالدعم ذاته الذي فعلته تجاه القضية الأفغانية. كل من هو كهل الآن في أعمارنا أو أكثر قليلا أو أقل قليلا أدرك القضية الأفغانية وأدرك الأموال الهائلة وحملات التبرع التي كانت بإشراف كبار شيوخ الوهابية. هذا فوزان كان شيخا كبيرا، لم يكن صغيرا، بن باز بن عثيمين كلهم يؤيدون الجهاد الأفغاني آنذاك. لماذا؟ فقط لأن أمريكا أمرت به؟ هذا أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فلسطين أقرب، إحنا رأينا في أفغانستان من يقول: من هنا نفتح فلسطين، تصور من هنا نفتح، يعني من أقصى الشرق يريد أن يفتح الغرب، هذا كلام لا يكون أبدا. فحينما نتكلم عن خذلان الوهابية للقضية الفلسطينية، أتكلم عن المؤسسات الرسمية المعلنة الظاهرة، حتى الدعاء لا يوجد. أين الشيوخ الوهابية الكبار؟ أين فوزان وأمثال فوزان؟ رأيتم أدرعي وهو يستدل بأقوال فوزان وابن عثيمين،
فأنا الآن حينما أقول خذلانهم للقضية الفلسطينية، تمام، القضية السورية رأيتم كيف فتحوا منابر، ورأيتم عرعور وأمثال عرعور وعريفي وأمثال عريفي يتكلمون، واحد هذا عريفي يلبس بزة عسكرية وعرعور شايل سيف يحمل سيفا بيده ليقتل ويفعل ويجمعون تبرعات هائلة من أجل تفتيت الشام لا أكثر ولا أقل. حينما جاءت هذه الكتاب الوهابية شغلوا الناس عن قضيتهم الكبرى واشتغلوا فيما بينهم وبدأ وسائل الدماء للركب. أطالب بمثل هذا، هذا الذي يقوله الوهابية. نعم الوهابية مصيبتهم الكبرى تطبيق قواعد ابن عبد الوهاب الذي يرى أن المسلمين جميعا مشركون، وأن قتال المشرك المرتد يعني كالمسلمين أولى من قتال اليهود والصهاينة. هذه قواعد تأسيسية لا يستطيعون الخروج عنها. بدأوا يتكلمون عن إخوانية حماس، قلت مرارا وتكرارا الإخوان موقفي منهم صريح، وكل الإخوان يتكلمون فيه ويطعنون فيه صغارهم وكبارهم. لماذا؟ لأنني لا أرتضي منهج الإخوان، عندهم حزبية لا يقبلون إلا من كان منهم، ولكن موقفي من الإخوان حينما يحاربون العدو الخارجي عدو الأمة يجب أن يكون أن أنسى الخلافات. عامة المسلمين العوام، العوام يقولون أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فكيف إذا كان الغريب هذا عدوا من أعداء الله تعالى؟ فإذا أعتذر من أحد الناس من الإخوة السلفيين الذين يتحرقون لما يجري في غزة، أنا أعتذر من هؤلاء، وما أقصد هؤلاء، أقصد الكبار الذين خرسوا خرسا تاما. أسمعني أصواتهم الآن لا يوجد هيئة كبار علماء، أريد أصوات هؤلاء الناس كبار الشيوخ الوهابيين، حتى دعاة في الحرمين لا يوجد. نرجو من الله أن يهيئهم لهذا، ونرجو من الله سبحانه يعني النصر لأهل غزة. وطب يعني نفرض الآن قال والله الشيعة دعموا حماس، تمام، طيب لو الوهابية دعموا حماس سنفرح، لو الوهابية قاتلوا الصهاينة سنفرح أكثر، ولكنهم لن يفعلوا. لماذا؟ لأن القواعد لا تسمح لهم بهذا. حينما أسست بريطانيا، أسست بريطانيا الكيان الصهيوني في الوقت ذاته أو بعده بقليل، أسس الكيان الوهابي لخدمة الغرض ذاته، اشتغلوا فيما بينكم، قاتلوا فيما بينكم، قضيتكم هي التوحيد، وسنفرد هذا في تسجيل خاص إن شاء الله، هل قضيتنا هي التوحيد أم قضيتنا القضية الفلسطينية؟ كل هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة، وأحيانا حق يراد به باطل، لن نسمع لهم صوتا. وأرجو من الله تعالى أن يخيب ظني في مثل هذا، أنا أنظر أدعى نفسي أن يخيب ظني في هذا، وأجد في الصباح الباكر الوهابية بدأوا يقيمون حملة تلك التي أقاموها في الحرب للحرب في سوريا، ويأتون بأمثال عرعور لكن متخلف عقليا، هذا لا تأتوا به، يعني أريد إنسانا هكذا يكون هكذا يفهم الكلام ويرابط صباح مساء على قنواتكم الميمونة ليحرض الناس على الأقل للدعاء. يا أخي الدعاء، الدعاء فقط، حتى الله يرحم أيام الشجب والتنديد، ونحن قبل وإحنا صغار كل ما إسرائيل تقصف أو تفعل، وأدركنا حرب 82 وأدركنا عدوان صبرة وشاتيلة وأدركنا مجازر كثيرة، فيأتي التلفزيونات العربية أول قراءة أول بيان في نشرة الأخبار ندد وشجب وكذا، وكنا نهزأ ونضحك من شجبهم وتنديدهم. الآن حتى الشجب والتنديد لا يوجد، الآن هناك من يخذل، هناك من يهزأ بالمقاومين، هناك من يطبع والعياذ بالله. إذن أحترم كل السلفيين الذين يقفون أمام القضية الفلسطينية مع القضية الفلسطينية، ولكن مع الأسف الشديد وهذه حقيقة مرة صادمة، تفاعل الهيئات الوهابية الكبيرة مع القضية الفلسطينية كان صفرا، بدليل ما ترون الآن عوام المسلمين الناس البسطاء صاروا يصممون
صور فيها واحد من شيوخ الوهابية يتكلم عن التوحيد، وواحد من الملثمين المرابطين يتكلم ويعلق عليه يقول: عرف الناس اليوم يأخذون التوحيد ممن؟ نصيحة لهؤلاء السلفيين الفضلاء أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا إلى الحق، إلى سواد المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.